سيارتك ديزل وتبي تحافظ على الماكينة، شاب سعودي مبدع يركب قطعة بإذن الله تحافظ عليها من زيوت التبخير. أنا أبو حزام الله يبقي. هذا كاشكان طال عمرك يحافظ لي على التير ولا يخرب، والثلاجة والراج هذا، وهذا تير مخرب من الزيوت شوفني. يعني هذا ما ركب كاشكان؟ لا 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 ما ركب. الكاشكان الآن إذا ركبته يجمع زيت، وتشوف شوف عينك خلال كم؟ يجمع الزيت. خلال كم؟ 5000. تفكه وتلقى زيت. نعم. هذا من أسباب الزيوت الراجع للتبخير مخرب من الماكينة. لو مركب كاتش كار كان ما حصل هذا الامر كله. قبل يوم اوصل انه ما تفتح. يا الله يعني خلاص انا يا ابو حزام هذا طالع مركبك. هذا الكاتش كام؟ لا لا وقم يا حبيب قلب اخوك فكرة. كل كم؟ كل 5000. قم عليه وكب الزيت. صلى الله بارك انت. هذه اسمن اسهل ما يكون. وحافظ على الماكينه. حافظ على ماكينتك والتير وحقك كله عشان النظام اللي بيها راجع. ما عاد في شيء برا. كل تغيير الزيت تفكه وتكب الزيت التبخير برا. اللي يسأل عن الرجال هذا ابو لما اكتبه في التيك توك ابو لما او عطنا رقم جوالك 0567179711. الموقع الخارجي. الخارجي. وعلى فكره ترى السيارات القديمه كان موجود لي التبخير نازل تحت، ولكن مع نظام البيئه اجبروهم انه يرجع للتربو. الكاتش كام فكره جديده ما تخليه يدخل على التربو، تجمعه وتكبه بره. ابشركم خلصنا السياره ونبي نسولف مع ابو لما شوي. ابو لما ارحب. ما شاء الله تبارك الرحمن. مواعيد الشغل عندك من متى لمتى؟ والله من الساعه 8 الصبح لين الساعه 12، ومن بعد 4 العصر الى الساعه 10، وان كان اجل اسمعي للضرح عند غدا انا وعشاء سوا. يا طيب راس يقول اقفل البوابه واتغدى انا وياهم ولا اتعشى انا وياهم. يعني ان شاء الله ما انت بجويعي اللي بتجي باذن الله. طيب وش تشتغل انت الان؟ تركب الكاتش كام وغيره؟ نعم كاتش كام صاجات طال عمرك. صاجات الحمايه اللي تحت. الله الله صاجات ونظام الجيار. والنظام الجيار الغالي، نظام الزير سوزران اللي كانوا ب1000 وذ مال 1200 وهم ما له اي حساس. كلها لقيتهم على 300 ريال عرض. ومدة متابعين تعطيهم عرض؟ اشهد انهم يستاهلون. وتعطيهم عرض على الكاتش كام؟ حرام مرفعه. الله وجهك. كم تركب لهم الكاتش كام؟ الكاتش كام 300 ريال ضمان سنه. بعد غير ما يضمنه ما شاء الله تبارك. ليت حراريه حصريه كل شيء. يعطيك العافيه. عز الله انه يكفي انه شاب سعودي مبدع يستاهل الدعم. يا جماعه ترى هذا ما هو بإعلان، والله دعم ويستاهل. انا اول ما سمعت عنه قلت بروح اشوفه هل يشتغل. ما شاء الله تبارك الرحمن وكريم يقدر اللي يجون يشتغلون عنده. انسان وقت غدا غداهم، انسان وقت عشاء عشاهم. الله يبيض وجهه ويستاهل. عز الله يستاهل الدعم. ابو لما ابو لما الموقع الخارجي صح ولا؟ نعم الموقع الخارجي. ورقم الجوال نعيده مره ثانيه 0567179171. او يكتبون في التيك توك ابو لما